وعودة إلى التقرير الذي نشرته مجلة إيكونوميست البريطانية، ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد. دكتور، بعد التحية، إذا هي نظرة إيجابية لإيكونوميست حول وضع مناخ الاستثمار في مصر، كيف ترى الإجراءات التي أعلنتها الحكومة لتسهيل ودعم المستثمرين؟ مساء الخير يا فندم، تحية لحضرتك والسادة المشاهدين الكرام. بدون شك أن القرارات اللي تم إصدارها من خلال المجلس الأعلى للاستثمار في مصر في أولى مساءه اللي حصلت يوم 16 مايو في وجود سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهدف منها هو تحسين بيئة الأعمال بشكل عام، وأيضا تحفيز القطاع الخاص وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار، سواء كان استثمار في قطاعات الصناعة أو الزراعة أو القطاعات المختلفة أو حتى المجالات الجديدة من الاستثمار في الطاقة الجديدة والطاقة المتجددة وما إلى ذلك. لو بصينا لبعض القرارات الخاصة بال 22 قرار أو كجزء منها، هنلاقي أن الهدف منها هو أولا حل مشاكل المستثمرين، سواء كان هناك مشاكل تواجه المستثمر المحلي أو المستثمر الأجنبي في كل القطاعات، أيضا ما يتعلق ب إزالة القيود المفروضة على المستثمرين الأجانب في استيرادهم لما يحتاجون إليه من مستلزمات إنتاج، بالإضافة إلى أيضا مراعاة عدم خضوع المستثمرين الأجانب في مصر لرسوم تعسفية، وأيضا ما يتعلق بسرعة رد ضريبة القيمة المضافة، تبسيط نظام تحويل الأرباح للشركات سواء كانت الأجنبية التي تعمل في السوق المصرية باستثمارات مباشرة أو غير مباشرة، أيضا ما يتعلق بسرعة بث المحاكم الاقتصادية في ما يتعلق بالمنازعات والقضايا، لأن دي نقطة مهمة جدا بتهم سواء المستثمر المحلي أو المستثمر الأجنبي. أيضا هناك ما يتعلق بجزئية المناخ العام للاستثمار من خلال التشريعات والقوانين التي تيسر على المستثمر حتى في مجال تأسيس الشركات من خلال اختصار الوقت وحد وضع حد زمني أو فترة زمنية لتأسيس الشركات لا تتعدى 10 أيام، بالإضافة زي إذن دكتور، هل سيكون لتلك الإجراءات أثرا على تمكين القطاع الخاص من لعب دور أكبر في النشاط الاقتصادي في مصر؟ طبعا بدون شك، لأن حتى ما يتعلق بالرخصة الذهبية والإجراءات اللي تم اختصارها من الحد من البيروقراطية، أيضا زي ما قلت الهدف منها تحسين بيئة الأعمال، أيضا في معالجة الصعوبات الهيكلية اللي بيواجهها القطاع الخاص في الاستثمار، أيضا تحفيز وزيادة دور ومشاركة القطاع الخاص في الاستثمار جنبا إلى جنب مع الدولة. وزي ما شفنا في وثيقة ملكية الدولة أن الدولة بدأت تتخارج من بعض الأنشطة و يعني تزيد من دور القطاع الخاص ومساهمته، بل وتدعم هذا القطاع وتيسر له كيفية المشاركة في زيادة الدخل القومي والإنتاج، وبالتالي الاستغناء عما يتم استيراده من واردات وتوفير العملة الصعبة التي يتم سدادها للحصول على الواردات، بالإضافة إلى أيضا سياسة تشجيع الصادرات وتوطين الصناعة المصرية وإحلال المنتج المحلي محل المنتج المستورد، وزيادة الصادرات تؤدي إلى تحسن ميزان التجاري وأيضا توفير موارد من العملة الأجنبية. نعم، جزيل الشكر لك دكتور ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد، كنت معنا عبر الهاتف.